السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك يا إخوتي الكرام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله صيامكم وقيامكم. مرحبا بكم في قناتي ومرحبا بالمشتركين الجدد، وشكرا على التفاعل والدعم. ولمن ليس مشترك في القناة فليشترك، لأني رأيت أن نسبة المشاهدة يعني نسبة كبيرة، 80% غير مشتركين في القناة هم من يشاهدون القناة، وذلك أمر محبط نوعا ما. إخوتي اشتركوا لكي تشاهدوا كل ما هو جديد في القناة، وذلك أيضا بتفعيل زر الجرس أو زر التنبيهات الذي هو أسفل هذا الفيديو. إخوتي فرحتي اليوم بكم فرحتان، فرحة العيد الذي هو على سائر المسلمين إن شاء الله، وفرحة بعض الإخوة التي هي فرحتي أنا شخصيا. هناك بعض الإخوة يعني بارك الله فيهم، هناك منهم من علق لي ومن اتصل بي من الأصدقاء وغير ذلك، هناك من أنتج لأول مرة في حياتي وشكرني كثيرا. إخوتي كل الفضل لله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله عز وجل. أنا مجرد سبب، وشكرا لكم على الدعم في هذه القناة، وأنا أقرأ كل تعليقاتكم وأجيب على ما أستطيع منها. لحد الآن أنا أجبت على ما أظن 99% من التعليقات. إخوتي للأسف فرحتنا يعني بهذا العيد لم تكتمل، وذلك لما نراه في من أحداث في فلسطين وقطاع غزة، يعني أمر محزن ومحبط. إخوتي أرجو منكم الدعاء لهم وذكرهم أثناء سجودكم، لأن السجود أقرب ما يكون من العبد إلى الله عز وجل. اللهم سدد رميهم وانصرهم على أعدائهم ومن والاهم، يعني ورد كيد أعدائهم في نحورهم يا رب. إنه لا يجيب الدعاء إلى الله عز وجل، لذلك أرجو مساندتهم بالدعاء على الأقل. إخوتي بمناسبة العيد أردت أن أضع لكم فيديو فيه نصائح لكم لكي لا تقعوا في أخطاء ومغالطات. إخوتي كما نلاحظ أذكر في هذا الفيديو في الفترة الصباحية، انظروا ماذا يقوم. يقوم بالذهاب للعش وجلب خيوط الخيش والفلاس وغيرها من مواد التعشيش ووضعها في العش، وذلك للفت انتباه الأنثى وجعلها تقوم بالتعشيش ولف العش، لأن هذه الأنثى يا إخوتي أصلا إذا لاحظتم هي من إنتاج 2020، وهي غير خبيرة في التزاوج، والذكر متزاوج سابقا، وهذا من الإيجابيات. هو يريها كيف تبني العش ويحفزها على التزاوج. انظروا يا إخوتي لماذا نصحتكم بتفادي وضع الحاجز بين الزوجين لكي لا تقعوا في هذه الأخطاء. إخوتي انظروا، الذكر يحاول تكبيس الأنثى والأنثى لا تريد، ما شاء الله، بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اذكروا الله يا إخوتي. كما نلاحظ الذكر يا إخوتي تعب بعد المحاولة هذه، تعب وذلك أمر طبيعي. إخوتي لا تظنوا بأن ذكر الحسون ماكينة ألمانية، حتى الماكينة تحتاج إلى طاقة وفترة راحة وبنزين وغير ذلك، لذا أنتم لا تنتظروا من الذكر أن يقوم في سائر اليوم بمطاردة الأنثى والهيجان وغير ذلك. لديه فترات معينة يرتفع لديه هرمون تستوستيرون ويحاول تكبيس الأنثى، فإذا لم يستطع انظروا ماذا يفعل. يقوم بمعاودة الكرة ولفت انتباه الأنثى، يذهب إلى العش مرارا وتكرارا، يوريها، يحاول أن يغريها، يقوم بوضع مواد التعشيش هناك. هذا من الأمور المحبذة يعني إخوتي عندما تضعون الحاجز أنتم تضيعون على أنفسكم الكثير.
لماذا؟ لأنكم عندما تضعون الحاجز أنتم صحيح هناك تشويع، ولكن الأنثى لا تبني لك العش، والذكر لا، خاصة إذا كانت بكرية لم تضع البيض من قبل، يعني أنتم تؤخرون عملية التزاوج. لذا دع الطبيعة تأخذ مجراها يا أخي، دع الذكر مع الأنثى، لأن خاصة إذا كان الذكر جاهز والأنثى جاهزة لا تضع الحاجز تماما، إذا كانت الأنثى غير جاهزة 100% لا تضع الحاجز أيضا، أما إذا كان الذكر غير جاهز هنا يجب أن تضع الحاجز. فهمتم يا إخوتي؟ أيضا إخوتي، هذه الأنثى لعلمكم كانت مصابة بنزلة برد، وأنا قمت بعزلها عن الذكر لمدة 3 أيام، يعني عالجتها، وبإذن الله هي ليست يعني 100% بصحة ممتازة، ولكن هي حاليا لا بأس عليها، لا بأس، لأني خفت عليها أن تضع البيض وهي مريضة وتموت على البيض، وهذا من الأمور التي يجهلها الكثيرون، يقولون لماذا الأنثى تموت على البيض، كانت لا بأس بها، ولكن اليوم نهض صباحا وجدتها، وهذا الأمر لأنها كانت مريضة وأنت لم تعرف. إخوتي كما تلاحظون، بعد تعب الذكر من عملية ملاحقة الأنثى، الذكر هنا يحتاج إلى الطاقة، وأنت ما عليك سوى تقديم الأكل اللازم للذكر والأنثى. كما تلاحظون أنا أضع سلطة فيها فيتامينات مفيدة، ومرة في الأسبوع تكفي. أما الشيح أنا أستبدله دوريا، كلما توفر لدي الشيح طبيعي فهو في مكان المأكليات يأكلون منه، وهو مفيد جدا في تفادي النقطة السوداء، يعني حل طبيعي وناجع في الكثير من الأمراض، أنا أستعمله كثيرا سواء في الماء كمنقوع أو هكذا، وحبذا لو يكون أخضر إذا أكله الطيور، فهنا تحصل الفائدة العظيمة، لأن معظم زيوت الطيار التي فيه تؤكل جاهزة، يعني طازجة. أيضا إخوتي أريد تنبيه لأصحاب السلكات، أصحاب السلكات يا إخوتي استعملوا الجير في دهن غرف، يعني حيطان الغرفة المخصصة للطيور أو الأماكن أسفل السلاكة، لأنه مضاد طبيعي، مضاد المضاد الطبيعي للفاش. الفاش يا إخوتي إذا تواجد في هذا الوقت سينغص عليكم حياتكم ويضرب عملكم في الصفر، لأنه يقضي على الفراخ، ويمكن حتى يقتل الأنثى في العش بمص دمائها ليلا. هذا يعني أمر أنصحكم به. يعني أيضا ماذا أضيف لكم إخوتي، كما قلت سابقا الصبر هو مفتاح النجاح، إذا صبرت ستنال بإذن الله عز وجل. طبعا لا تقلق، لا تقم بمراقبة الطيور كثيرا، أنت قمت بما عليك ليلة عام كامل، هنا أترك الأمر لله عز وجل، والزوجين سيفرحونك. ما عليك سوى بتقديم الأكل اللازم من فيتامينات والبذور وغيرها، ووضع مواد التعشيش بصفة دائمة في القفص، مهما بذروا لك يا أخي من مواد تعشيش ارمي القديمة التي يرمونها في أرضية القفص، وضع أخرى جديدة واتركهم على حالهم، ولا تنسى مصادر الكالسيوم كخلطة الحصى والبيض بقشوره، لأنه مصدر للبروتين، وأيضا قشوره للكالسيوم الجاهز، يعني تتناول منه الأنثى، وترك البيض بقشوره خلال مرحلة إباضة الأنثى حتى تنتهي من وضع البيض، لأنها تكون محتاجة للبروتين والكالسيوم في هذه المرحلة بالذات يا إخوتي. في هذه المرحلة حذاري أن تراقبوا الطيور كثيرا، خاصة إذا لم تكن منتجة من قبل، ونعلم أن هناك بعض الطيور حتى لو وضعتها في وسط الحوضة ستنتج، هناك بعض الطيور لا تبالي، وهناك بعض الطيور حساسة وتحب الأمان، ويا إخوتي لعلمكم هذا طائر بري وما زال يحتفظ بجيناته البرية، يعني أغلب سلوكه بري، لذا لا يجب علينا معاملته معاملة الطيور كالكناري. الكناري يا إخوتي لن تجد في الطبيعة، على ما أظن لن تجده في الطبيعة، لأنه انتهى وتم تثبيته وأصبح
طائر يعيش حياته في الأسر بشكل عادي، يضع لك البيض في الشتاء، في الخريف، في الربيع، اختل نظامه الطبيعي. أما الحسون لا يزال ينتج في فترة الربيع. يا إخوتي، هذا على ما أظن جل ما أردت تقديمه، وأرجو منكم دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد تنبيهات الفيديوهات القادمة إن شاء الله. ولا تنسونا من دعائكم في ظهر الغيب، وبارك الله لنا ولكم وفينا وفيكم، وفي أمان الله إن شاء الله.